شكرا. عرفتي راه ماشي ساهله يزغرت ليك راجل، ماشي ساهله يزغرت ليك راجل، راه زعما شاب. الله يديم عليك. غنطلب منك نكاري وانا وياك واقيلا حدا راشد. نكاري وعلاش لا؟ يلا سيدي مرحبا بكم. تفضلي توديه، تفضل جواج. ومشاهدينا دائما مكملين معكم السهره الاولى. جواج شي تقمقيمه بان لي لا لا، غادي ناخذ بعدا راي الاخت الدوديه في واحد القضيه. كتعرفي حنا المغاربه الحمد لله الامثال الشعبيه ما نقولش لك كثيره، ولكن لقيت واحد الاشكال. يا اما انا ما كنفهمهاش، يا اما كاين واحد مجموعه ديال المغاربه ما كيفهموهاش. نقدر ناخذ غير رايك في واحد المثال اللي هو اللي تسحر مع الدراري صباح فاطر اشنو كيعني؟ الدراري الصغار ما كنقصدوش يعني السحور الماكله يعني يعني الا بغيتي تصاحب صاحب الناس يكون العقل ديالها ناضج، ولا بغيتي تخدم خدم مع ناس. ما يمكنش انا مثلا ندير افير مع الدري عنده 9 سنين غيفشل لي المشروع. تمام، خصك تخدم مع ناس وتعرف مع من خدام. اي صح، وناس اليوم من واحد المستوى. شكرا داوديه، وهذا بالطبع كيبقى الراي الشخصي ديال داوديه، ولهذا انا خرجت للشارع المغربي. حاول بلاتي بلاتي، كيفاش خرجتي للشارع المغربي؟ خارج بلا بيا. اشنو نخرج ديما بلا بك رشيد؟ راسي نورمال، انت بعدا كندوق عليك ما كتفيقش. خليك، انا كما قلت لكم خرجت للشارع المغربي، خديت مجموعه ديال الاراء بالضبط على هذا المثال اللي كيقول اللي تسحر مع الدراري كيصبح. شوفوا الصور. خاصك تسنى فيا، اسمح لي تعنفت عليك انا مزاوي. صورني صورني. مبروك عليك هذا الشهر هذا ديال رمضان، الله يدخل عليك الصحه والعافيه. شكون ندير نظاظر باش دير نظاظر؟ دير نظاظر، ولكن دير واحد القضيه. نعم. ديرهم هنا باش تحبس الشعر ما يطيحش لك على عينيك. اكيد انت اكبر مني في السن. الله يربي. غتكون كتفهم في الامثال المغربيه احسن مني. وقف معايا وعاونني في هذا. اللي تسحر مع الدراري يصبح فاطر. قال لك اللي تسحر مع الدراري. اللي تسحر مع الدراري يصبح فاطر. شرحوا لي. لا شرحوا لي بحال الشرح. حس بين اسبليوني ما عرفوش واش تشرحيه ليا. يعني الدراري الصغار ما عندهمش الكلمه. شي دري صغير درتيه في راسك وفي الاخر بحال كيضحك عليك. كيضحك عليك هذاك دري معصب، غادي يقول لي بان لي مسمن صيف التوصيل وصيف بسم الله صاي موتي. اي صاي يعني هذا رمز ديال يعني الانسان كي بحال كيصغر من الشان ديالو، يعني لا تسحر مع الدراري حتى هو كيولي دري محسوب معاهم. ولكن انا كيف فهمت، انا نقول لك كيفاش فهمت. عندك وليدات؟ دابا ما بقيتيش سبليون. دابا بلاتي واش عندك وليدات؟ لا دابا انت ما بقيتيش سبليون. ما يفهموش. عندك وليدات؟ حق عليهم رمضان ولا مازال؟ حق عليهم. تتسحر معاهم؟ تسحر. اشنو رايك في اللي تسحر مع الدراري صباح فاطر؟ هو اللي بغيتي دير معايا انت. هادشي اللي بغيت نسولك انا دابا. والله العظيم سحرتنا تسحرت معاهم واش فايت؟ هادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت نوصل ليه انا. كتسحر معاهم؟ ايه نتسحر معاهم. غادي كصباح فاطر؟ لا. واش؟ واش قلتي فمك دابا؟ كتسحري معاهم؟ كتعاودي دوك النهارات ولا لا؟ لا ولا حساب هذا المثال هذا، هذا هو الحساب. يعني اذا سحرتي معاهم ذاك النهار الغد خصك تعاود واخا تصوم. ما ديش هذا هو القصد. يقدر يبقى على السيده هي اللي شرحت، انا راه ما قلت والو. قال لك اللي تسحر مع الدراري صباح فاطر. تواضعي بعدا نزلي عندي الا بغيتي تجاوبيني هادشي. نعم ما نهضرش في عربيه ماشي معنى. قال لك رمضان خليتو ليكم ما صايب ماشي هي اصلا. مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كما كنشوفوا مشاهدينا الكرام، هذا راي ديال مجموعه ديال المغاربه في الشارع المغربي، ولكن لقينا مشكل كبير بصح رشيد. لقينا مجموعه ديال الناس ما كيعرفوش يفسروا المثل المغربي. دابا حنا كنا كنسمعوا بهم وكنقولوا لهم عندنا في التقاليد ديالنا، واش كنا هو الوالدين ديالنا هما اللي قالوا لنا وحنا كنستعملوهم، ولكن سي فغي قليل فاش كتعرف شنو هو المعنى بالضبط ديالو. انا بالنسبه لي كي كانت الدوديه قبيله يعني كنبقى واش الا تعاملتي مع شي واحد اللي هو صغير كيخسر لك هذاك الشيء كله ولي درتي معاه. دونك لا انا كنحسن تتعامل مع الناس بعقلهم. انا اسمح لي انا كنفهمو بطريقه اخرى، وانا عندي جوج وليدات انا ما كنخليهمش يتسحروا معايا، لان باغي رمضان كل يدوز ليا. هذا الشيء اللي كاين. صحتك وبراحتك. وبراحة اخرى مشاهدينا دائما على الاولى وسهرات الاولى، وكتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. وغادي نمشي ما دمتي معنا الدوديه، شفنا فن الشعبي، شفنا كذلك مالك، معنا كذلك الشاب اللي هو كينتمي لهرب التيار ديال الشباب اللي كيتكلموا بلغه الراب. نقدموا لكم وبلا ما نطول عليكم سميتو سالم راكيلي والاغنيه ديالو عندي العيد. سالم راكيلي. معكم سليم بيرفكتو عندي العيد. عطيني عطيني شي حاجه. عندي العيد عطيني شي حاجه. اليوم راه عندي العيد اصاحبي. عيدي بوحدو بيرفكتو روح العيد ديالي.
عندي العيد نهار ندخل للإدارة كل شي يقضي حاجته ماشي مور الشكارة عندي العيد نهار بغي لك خوك تزيد نهار يجيك نيشان ولا تمشيش بعيد عندي العيد والبرلمان يفيق فيق واش انت مازال ما بغيت تعيق عندي العيد نهار الطرقة نغات تكاد شحال دازت الوقت دابا عطربهم الفكاد عندي العيد نهارك يو يكتب وجهي سمعني في الدوجية الرابات نارك يو خلعني عندي العيد خالي الهاني شوف شيت فوني كاين اليوم صافي بلا الحليت عندي العيد نشوف رجال رجال ماشي على شي ما وسالي ما يولي وبحال بحال هادوك بلا ما نقول سميتهم راكم عارفين عيدي عيدي ماشي بحال عيدكم ليلي ليلي ماشي بحال ليلكم الدنيا جالي راح سدت بالكم صافي صافي سدوا فراقكم عيدي عيدي ماشي بحال عيدكم ليلي ليلي ماشي بحال ليلكم الدنيا جالي راح سدت بالكم صافي صافي سدوا فراقكم كله وعيدو كله فاش كيلقى راحته كله والجو اللي كي فهمتي اللي فهمتي شنو نقول عندي العيد نكون جالس بيتي بوحدي ريش راس مطلوق سيلو بيدي وعندي العيد نهار بيرفكت ويجي نبداو الخدمة يا مات الأولى يا مات الحجمة عندي العيد نهار يخدموا القارين نهار يحبسوا حقارين نهار يتشدوا الكذابين عندي العيد نهار نطلع الشيخ سان العيد نهار المنتخب يربح لا لا هاد العيد باقي ما طل شويه ماشي عندي العيد يا نمشي مع الوليد هاي قيل جلسه معاك هذاك هو العيد عيدي عيدي ماشي بحال عيدكم ليلي ليلي ماشي بحال ليلكم الدنيا جالي راح سنت بالكم صافي صافي سدوا فراقكم عيدي عيدي ماشي بحال عيدكم ليلي ليلي ماشي بحال ليلكم الدنيا جالي راح سنت بالكم صافي صافي سدوا فراقكم عندي العيد 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 سليم غادي يجيوك معايا البلاصه فين كتعرف فين كتعرف تعبر على المواهب ديالك يا خشبه المسرح لانه ديما الفنان خصو يكون هو دائما واقف على خشبه المسرح مرحبا بك معنا تشعلاتكم لي عافاكم لانه من بين الشباب المغاربه الحمد لله اللي زايدين من القدام بهذه الساحه الفنيه تبارك الله عليك ما عندي ما نسالك يلا عاد خديتي الباك ديالك الحمد لله هذا العام شديت الباك ديالي كانت القضيه بوحده شويه علاش كانت القضيه صعيبه حيت كنت خدام اوميم طون البوم كنت خدام الالبوم كنتفرق بين الاستوديو والقرايه دونك كانت قضيه شويه صعيبه والحمد لله في الاخر قدرنا نشدو المدرسه صبرات معنا والحمد لله جبنا الحمد لله تبارك الله عليك فيليستاسيون اخر سؤال الالبوم فيه 8 ديال الاغاني علاش باقي صغير انت تبارك الله كبير كاين الالبوم ان شاء الله غادي يخرج في الاخر ديال رمضان سميتو هادشي اللي كاين فيه 8 ديال الاغاني منه باقي صغير منه عندي العيد منه الرشوه كاين غادي يخرج ان شاء الله في الاخر ديال رمضان ونتمنى ان شاء الله يعجب الجمهور اللي هنايا والجمهور اللي كيسمعنا في المغرب كامل ان شاء الله. وكنتمنوا لك مسيره فنيه موفقه سليم تبارك الله عليك واشكرك بزاف على الزياره زعما في الحجاج. غير نسولو قبل ما يمشي هذا باقي صغير زعما ما تكونش كتلوح على الوالد ما ناويش تتزوج ولا شنو؟ لا 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 ما تخافش. زعما متيقن منها؟ لا لا متيقن. وسيدي مبروك العيد. الله يبارك فيك. خلي سيدي الله يخدر الباك ديالو تبارك الله عليك سليم شكرا بزاف. رجعوا تزوجوا. وي وانا بدوري انا غنطرح واحد السؤال وبسيط على الاخت الدوديه هاد الموجه اللي كنشوفوا ديال الراب بغينا ولا كرهنا دارت بصمه في الساحه الفنيه عندها موجه ديالها تمام انت كي كتجيك صراحه هي زوينه ما كنسمعهاش بزاف ولكن هاد الوليد عجبني صراحه واش تحيه ليه تحيه ليه وتحيه للدوديه وهذا هو الفنان هو اللي كيكون كيسمع شويه شويه كيعجبو شويه شويه صحيح. ولكن كيبقى التخصص والاختيار ليه هو نعم. ما غاديش نطول عليكم ما نطولش عليك انت رشيد وعلى المشاهدين الكرام راحتك دارك كنت ملطار ومرحبا بكم معنا مره اخرى داخل الاستديوهات صارت الاولى سير سيدي سير على سير حنا كما كنعرفوا عودونا الناس الاخوان ديالنا اللي شاركوا في كوميديا وخريجي كوميديا انهم مره كيديروا الناس ودي فوس بوب ربما كيصوروا شي حاجه بطريقتهم هما طريقة تفكير وطريقة تصوير كنخليو لهم كنخليهم احرار ما نطولش عليكم نشوفوا واش صوروا لينا هذه المره يلا نشاهدوا جميعا وتلاقاو من بعد
عبقادر جيب الزيت واخا وجيب معاك البوطة واخا وجيب تاع الصابون واخا وجيب لي كوش لدراري واخا عبقادر نعم وجيب معاك الخبز واخا عبقادر نعم والنعناع واخا جيب جيب حتى يخوى جيب. هذا إعلان من جمعية المرأة كتجيب رزقها. مشاهدي الكرام مرحبا مرة أخرى على سهرة الأولى كيف ما تابعتوا معنا تبارك الله على الفكاهيين ديالنا دائما كاين جو جديد كنتمنى يعطي الجديد وكنطلب من الجمهور يعاود يشجعهم بالتصفيقات ديالهم. جواج ما درتش تكلمتي على الكوميديين وكتمنى بطبيعة الحال حد سعيد كل ما في المسائل الفنية ديالهم. معنا كوميدي كذلك اللي هو مخرجي برنامج كوميديا الدورة الأولى إلا ما خافش نكذب الله يعلم دورة سنة 2008 قبلوا معايا بكل حرارة واللي غادي يعطينا سكتش ثاني من خلال السهرة هذه الكما شاهدوا جميع السلام عليكم السلام عليكم تما بوحدكم حاطينكم بوحدكم انا فيكم الجربه خليكم تعاديو هذوك قاتل هاد الصفاق بدا كتصفقوا اش قال لكم اش قال لكم اش قال لكم المغرب كيود انت 7 مرة اش قال لكم انا في حقيقه ما عاش قال لي ما والو انا غير كنت دايز قال لي دخل دير سكتش ها المدام طلع لي هاد الدمجين عندها شي ضياف قلت لي سير بدل ساعه بخاد اسم هنا جيت عندكم اللي قالتها لي المدام كنديرها حيت مرتي راه ضريفه وزوينه والله يعمرها هذا مرتي راه كنبغيها واخا كضربني هاد الدوديه والله كضربني وما تخلي لي ضربني ونزيدكم واحد القضيه مرتي انا رومانسيه هي باش عرفتها واحد النهار قمة رومانسية دخلت واحد النهار البيتها دخلت ليها على غفلة وانا القادرة تديها في مظهرها والدخان كيخرج من فمها الدخان كيخرج من فمها مني قلت لها شنو داكشي قالت لي ها قلبي تحرك بحبك يا حبيبي اقتصادية شهر العسل خلاتني في الدار مشات دوزو بوحدها باش ما نضيعوش فلوس انا مرتي كنخاف عليها ما باغيهاش تحمل ما كانتش كون حملت انا من بلاصتها تخيلوا كون كنا حنا الرجال اللي كنحملوا ترجلتو دابا انا كنتخيل واحد القضيه كون كنا حنا الرجال اللي كنحملوا كون كاع دوك الرجال اللي كيديروا الميسكيلاسيون وكيطيح لهم بنادم تقل مدام عندها لانيفرسير اليوم شريت ليها كادو شريت ليها بورتابل شريت ليها بورتابل وديت ليها لافونمون كنخلص شي 4600 في الشهر عطينا جوج نوامات عيط لهم فابور وحده دارتهم وحده ما دارتها الما نسيبتي العزيزه الله يخليها ليا وحده دارتها لواحد كيجي من العائله كيقولوا لي كتقول لي هي مونيكس اش ها كاين ها في العائله كاين مونونكل وكاين ما طونت وكاين مونيكس هتخربوا انوصيكم واحد القضيه اش بغيتي انا كنفهم في العيالات راه كنفهم فيهم نفهم لهم خطا كنفهم فيهم شي مرتك